إلينا الدكتور مكرم رباح الكاتب والمحلل السياسي من العاصمة بيروت. دكتور مرحبا بك، بماذا تفسر هذه الاشتباكات التي وقعت بين قوات الأمن والمحتجين في محيط البرلمان اللبناني؟ مساء الخير. ما يحدث الآن هو شيء طبيعي وردة فعل طبيعية من الشعب اللبناني الغاضب على تقاعس السلطة اللبنانية عن كشف ملابسات انفجار محطة بيروت. بالإضافة، ما يحدث الآن ليس مواجهة بين أخوان أمنية وبين الشعب، بل يحدث بمواجهة بين الميليشيات التابعة لمجلس النواب والرئيس البري، وهم بالسابق أطلقوا النار على المتظاهرين بمحاولة واضحة ليس لكبح الشغب، بل محاولة منهم لقتل الناس، وذلك حدث في مصنع على التمام والجمال. أنا راح بسبب شعبي هو شيء طبيعي، وبالرغم من أننا نحن في الخبر لا نطلب من العالم اللجوء إلى العنف، ولكن عدد كبير وقسم كبير من الشعب اللبناني المحبط لا يرى بإمكانية للحل السلمي، ومن هنا الطرح اليوم هو شيء طبيعي. نعم، ولكن هل كان يجب على قوات الأمن أن تستخدم الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين، أم كان يجب أن تتركه؟ عليهم أن يترك الناس يعبروا عن غضبهم، وعلى القوى الأمنية والجنود والعسكر أن ينضموا إلى صفوف الشعب. هم يحمون طبقة حاكمة مجرمة بحق الشعب اللبناني، وقد برهنوا بأنهم غير حريصين على الدستور، ولا يزالوا حتى الآن يرفضون رفع الحصانات من أجل قيام القاضي طارق بطار الذي ينظر في قضية المرأة من استجواب بعض المجرمين. كل ذلك يؤكد أن ما يحصل الآن هو مجرد بداية مواجهة طويلة مع هذه الطبقة. طيب دكتور رباح، أنت موجود الآن في قلب هذه المواجهات، هل لك أن تصف لنا تفاصيل المشهد بالضبط؟ نعم، أنا موجود في وسط المظاهرة، ولكن المظاهرة مقسومة إلى قسمين. قسم أمامي حيث أنه الشباب يريدون الاحتكاك مع القوى الأمنية، وهذا القسم خلفي وأنا أنضم إلى هذه المجموعة لا تريد اللجوء إلى العنف. أنا لا أقول بأن العنف هو الحل، لكن كذلك أفهم هؤلاء الشباب الغاضبين الذين يأتون من خارج بيروت، تلك المناطق التي في الأصل لا تملك القدرة على إطعام أهلها وأطفالها، ومن هنا يرون بأن المواجهة حتمية مع الحكومة. نعم، ولكن هذه المواجهات بين قوات الأمن والمتظاهرين إلى ما يمكن أن تتطور دكتور؟ كما تعرف هذه ليست المرة الأولى التي تحتك الثأرة مع الأمنية. أنا باعتقادي سيكون ليل طويل من المناكفات ومن المناوشات بين الثوار وبين القوى الأمنية، ستنتهي بالاستعمال المطلوب من القوى الأمنية وصنع المتظاهرين كما عودونا. ما أتوقع غير ذلك من تلك الطبقة الحاكمة، كونهم لا يقدمون أي طرح باستثناء استعمال العنف المعنوي أو الجسدي. نعم دكتور، قلت بأن هذه ليست المرة الأولى التي تقع فيها مواجهات بين قوات الأمن والمحتجين، لكن إلى أي مدى تختلف هذه المرة عن سابقاتها؟ تختلف بطبيعة الحال، وأي شخص كان في السابق يعتقد بأن الوقت يصل إلى ملفات قضية، أعتقد أنه قد غير رأيه، فإن حتى ما نراه اليوم من غضب وارتفاع بنبرة الصوت لا تعود فقط إلى شباب بإدعاء شبابهم بدون مواجهة. نحن نتكلم عن نبرة حادة تأتي من رفات المنازل وتأتي من كل الشعب اللبناني. نحن نرى الآن مواجهة كبيرة ليس فقط بين طبقة معينة والسلطة، بل مع كل أركان السلطة ومع غياب السلطة الفعلية وغياب السيادة في ظل احتلال إيراني للبنان بالتكافل والتضامن مع سلاح الفساد. بالتالي هل إيران مسؤولة أو تتحمل جزءا من المسؤولية لما يحدث في الشارع اللبناني الآن ونتابعه؟ بطبيعة الحال إيران مسؤولة عن انهيار 4 مدن عربية، نتكلم عن بيروت وعن لبنان والسعودية واليمن والعراق. أما ما نراه في العراق فأن هناك نوع من المقاومة تأتي من رئيس الخازنة والقوى الأمنية، حيث أن بلبنان نرى بأن هناك تكافل وتضامن بين إيران وميليشيا إيران في لبنان، حزب الله والطبقة الحاكمة.
وهناك نوع من صفقة شيطانية بحيث تقدم حزب الله نوع من حماية لسلاحه لهذه الطبقة الفاسدة، تدعي بدورها أن حزب الله مشكلة إقليمية. نعم دكتور، المحتجون أمام البرلمان اللبناني هم يطالبون بكشف الحقائق، برأيك لماذا غابت الحقائق طوال هذه المدة وقد مر عام على انفجار المرفأ؟ سيد العزيز، الحقيقة واضحة، نتكلم عن من أتى بتلك المتفجرات ومن خزنها بالنيابة عن النظام السوري. هذه المتفجرات قد هرب 80% منها كما أتى في السوري، وتم استعمال تلك المواد المتفجرة ضمن البراميل المتفجرة التي قتلت الشعب السوري وقتلت الشعب اللبناني في 4 أرض. نحن الشعب اللبناني نعرف الملابسات السورية، ولكن نريد العدالة المؤسسة، نريد العدالة التي نحن ونأتي طبقة سياسية لتزيد الأفضل على حمايتنا في المستقبل. نعم، أشكرك شكرا جزيلا الدكتور مكرم رباح الكاتب والباحث السياسي، كنت معنا من محيط البرلمان اللبناني.